والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه والنور يهدي الحائرين ضياؤه في الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهد أهل الحاقين لطائف تخبر أن المال وشأنه فلله ما للعالم.